The fifth way of regular destruction of olive trees is what is being carried out by Jewish Israeli settlers who live inside the West Bank. Palestinians lose up to 10,000 olive trees on average only because of Israeli settler violence. Many people have done reports on that. Palestinians have asked Israeli authorities to investigate the destruction of their olive trees, but the Israeli authorities ignore more than 90% of Palestinian calls for investigation. But they investigate up to like 5 or 10% of the complaints, and zero is the number of Jewish Israeli offenders that have been arrested for destroying an 1,000 or 2,000 years olive tree. We are now in the Jabal Salman with this mountain for Burin and Madama and Asira, and near of the Itzhar settlement, so worse settlement in the West Bank. They are so religion. This area always under attack in olives harvest and in the summer. Time they burn the land and they burn the tree, and they are putting medicine in the tree. After 3 hours, the tree will be die. And when you see this area from here, all this the mountain, we can coming here without permission. And you should know about they have law. If you didn't come for 3 years, continue on your land, they will take it and say this is for the government. And even when we have permission, the settlers attack us. So the soldier will do nothing here. And when we coming to control the fire, we can't come in without permission. When we have permission after 4 hours, we lost all the area. You see, this area was a lot of trees here. They cutting and burning for, they said, for security things, for to protect themselves from attack, Palestinian attack them. They said that, but this is not the truth. بس ده طلب الصوت هذا عبود يا زيد يحرك العالم يا زيد يحرك العالم خليك انا اسكت اسكت خليك انا خليك انا خليك انا وهذا بيجي بسبب انه اعتداءات المستوطنين المتكرره على هاي الفئه من المزارعين. أغلب الأراضي الفلسطينية المحاذية للمستوطنات، إن كان في نابلس، طول كرم، الخليل، أكثر المحافظات الفلسطينية اللي بحيطها مستوطنات بتم هجوم المستوطنين. وإذا ما كان على الموسم الزيتون وعلى أشجار الزيتون، هم بفلتوا أو بتركوا الحيوانات المفترسة مثل الخنازير لتخريب هاي الأراضي.
والسنة الماضية من ضمن الأمثلة في قرى نابلس لما هجموا على دوما وحرقوا الأطفال أو العائلة كاملة، وكان من ضمنهم الأب والأم والأطفال الصغار، كيف انحرقوا واستشهدوا باستثناء طفل واحد نجا من المجزرة اللي ارتكبوها المستوطنين نتيجة هجومهم على البيوت القريبة من المستوطنات وضرب عليها الزجاجات الحارقة. المستوطنين بنقدوا علي، الجيش الإسرائيلي بنكد علي. أجوا أولادي عمره واحد 8 سنين، واحد 10، واحد 12 سنة، أجوا يعتقلوهم 3 مرات. يعني أطفال أولادي قتلت أنا والجيش الإسرائيلي. بقول له وين القانون الإسرائيلي إنه بيعتقل الأطفال؟ إذا أنت واحد تستأجر تمسك ابني وبتاخذه على السجن. قلت له والله لا ادعس على راسك زي ما ادعس على الارض هيك، حكيت للجندي. واخذت اولادي منهم، اخذتهم من الجيش الاسرائيلي اولادي. وبعدين شبعاني بضلوا يرشوا علي بيض، مي وسخه مش كويسه، احجار بلطخوا على البيت، قنابل مره لطخوني قنب البيت حامل بيبي 9 شهور، في راح البيبي راح. في المستشفى الدكتور سجله شهيد، يا شهيد راح البيت. واعتقلوا جوزي 3 مرات وسكروا البيت علي، لحموه بدهم ياخذوا البيت، بس انا ظليت صامد في البيت والمحكمه حكمت البيت الي. الجيش المستوطن صار يقول لجوزي خذ شك مفتوح وخلي البيت إلنا، احنا ما رضيناش. وكثير بعاني منه، وتل رميدي بنعاني منها، حرقوا الزيتون برضوش يخلونا نعمر الارض بمنعونا، بحرقوا الزيتون، قاموا الشبك، حط شبك جوزي وامور مستوطنين، ونهار لطخوا الحجار، الحجر دخل في غرفه النوم هيك كان اجى في راس ابني. ومره المستوطن لطخ حجر عين ابني صارت هيك، وانكسرت ايده، لطخوا الحجر وندب وانكسرت ايده. وبات في المستشفى. يعني كثير بنعاني من المستوطنين والحمد لله رب العالمين، ولا واحد قايل لنا وين انتوا رايحين، ما حداش سألنا عنا. يعني الي والابن الكبير عنده حاله نفسيه، بخوف من اليهود. بخوف ببيت الشكل حاله في البيت، الا عندي بيت، وكبير عمره 13 سنه. بس بخوف ينام لحاله. العام سرقوا شوية زيتون، العام السنة هذه حرقوا شوية شجر، 4 5 شجرات زيتون. وكل يوم مشاكل افريدي، كل يوم مشاكل. يعني قبل فترة ضربوا هذا وضربوا بنتين صغار، بنات جيراننا صغار 3 سنين 4 سنين عمر الوحدة، ضربوهم. كل يوم مشاكل. امبارح سمحوا لنا واليوم سمحوا لنا نلقط زيتون. بقول لك قال خوف المشاكل، هم بيعتقدوا انه احنا بنعمل مشاكل، خوف برضو المستوطنين برضو يجوا يعتدوا علينا بنفس الوقت. شو المستوطنين بدهم يعملوا؟ بدهم ياخذوا كل البلاد هاي، بدهم يهجروا السكان اللي زينا يطلعونا برا وياخذوا الارض كلها. ما
منطقة الخليل، خاصة الخليل بتختلف اختلاف كامل على أي منطقة فلسطينية في كل أنحاء فلسطين. ليش؟ لأنه بشكل كامل الفلسطينيين بتعايشوا مع المستوطنين. طبعا أنا 2 أسقطهم من المستوطنين لأنهم ضربوني، وطبعا اعتدوا علي بالضرب وأسقطهم، وهلأ أنا معايا 2 وولدين ومنعيش هون بظروف معيشية صعبة جدا جدا. إذا كانت في أعياد يهودية عندنا لازم نستنى على الحواجز العسكرية عبين ما يخلص آخر مستوطن عندهم ما يمر من الشارع. وطب إحنا وين نروح؟ إذا هو الواحد بيته هون وين إحنا منا نروح؟ بعد وفاة زوجي في تقريبا في أكتوبر، توفى في 21/10/2015، سيارة أمبالانس ما قدرنا إنه إحنا نجيبها، وكانت السبب الرئيسي في استشهاده إنه كان عامل عملية قسطرة وشم كتير الغاز وفقد وعيه في البيت، وما قدرنا نجيب له سيارة أمبالانس تدخل هون في المنطقة. فكل هذه العمليات والعمليات هذه كلها أخرت في عملية إنقاذ حياته، وتوفى في المستشفى. طبعا كمان استنى على الحاجز العسكري تحت تقريبا 10 دقائق، وهذه كلها كانت كفيلة إنها تقضي على حياته. هون الوضع صعب جدا، سكروا لي المدخل الرئيسي على بيتي فورا بعد وفاته بتقريبا بأسبوع. شافني المستوطن اللي هو باروخ مرزل قائد المستوطنين، شافني وانا راجعة من العزاء وعلى البلكونة، اللي هو صار يزقف لي هيك ويقول لي ايفو هاشم، وينو هاشم؟ انا بحكي لي هاشم داي. حكيت له مش مشكلة، هاشم في الجنة لكن انت في النار. شو كانت النتيجة؟ انه كانوا الجنود واقفين لحراسته، مسكوا علي، صوبوا علي الأسلحة تاعتهم، قالوا لي روحي ادخلي جوا دارك ولم نقتلك.